السلام عليكم. اليوم نقف عند الاشغال تاع انشاء المحطه المتعدده الانماط في بير مراد رايس، وكما نلاحظ عند الصور العمليه تاع التغطيه نتاع المحطه هذه يعني بدات العمليه، وان شاء الله يعني بقات الا خطوات الاخيره قبل انتهاء من هذا المشروع الهام جدا، واللي المفروض فيه ثلاث محطات من هذا النوع في ولاية الجزائر العاصمة في الجنوب والشرق والغرب. إن شاء الله البرنامج تاع المحطات هذا يرى النور، وكذلك في كل ولايات الوطن تكون فيه محطات من هذا بهذا الزخم يعني بهذا الحجم. أترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.